ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا دايما بخير احسن حال. النهارده بقى جيت لكم بفيديو جديد، يا رب يعجبكم. لو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسيش تشغلي الجرس على الكل علشان الاشعارات توصلك ان شاء الله اول ما انزل فيديو جديد. اول حاجه كده نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهاردة هنحضر مع بعض كده صينية بطاطس بالفراخ، وهنعمل مع بعض برضو صينية رز معمر كده باللبن، ما شاء الله عليها هتبقى تحفة. لو عايزين بقى تعرفوا المقادير بتاعتي، يلا بقى كده نقول بسم الله ونبدأ مع بعض الفيديو. طبعا انا عندي هنا طبعا فرخة كبيرة، هي حجم 2 كيلو، مقطعاها ونقعاها طبعا، وبطاطس مقطعاها كده شرايح، مش تكون تخينة قوي، لازم تكون كده وسط علشان تستوي معاكي بسرعة. عندي معلقتين ثوم، عندي طماطم او عصير طماطم، حط عليه كده 4 فصوص ثوم، وهعمله كده ان شاء الله في الخلاط. معايا هنا بصل جوليان، ومعايا بقى البهارات المتاحة عندك. انا عندي فلفل اسمر وبابريكا وبهارات فراخ و7 بهارات، وبهارات اللحمة برضو بحطها معايا في المكون بتاعي ده. اول حاجة بقى هعملها هتبل البصل كده بالفراخ، علشان بحب اعمل الحركة دي جدا في البطاطس، بحطها كده في الفرن ان شاء الله، بس لازم اتبل البصل كويس جدا وبعد كده انزل عليه الفراخ. بصوا بقى بنزل عليه ايه المكونات البهارات اللي عندي دي، ولازم يكون عليها ملح علشان البصل بتاعي يدبل ويروح منزل كده المية بتاعته او الطعم بتاعه في قلب الايه في قلب الخلطة بتاعتي دي. خلاص انا دعكت كويس جدا الفراخ بتاعتي برضو بكل البهارات بكل التوابل دي، مش هحط عليها ليمون طبعا ولا خل، لان الصينية دي مش بيتحط عليها ليمون وخل خالص. هسيبها بقى كده حوالي 2 أو 3 ساعات، يعني كل ما تقدري تسيبيها هتديكي طعم احسن. وهعمل عصير الطماطم بتاعي دوت، وبعد كده لما اسيبها تتبل براحتها هنزل عليها بايه بعصير الطماطم. بعد بقى كده هروح محضره الرز بتاعي، انا غسلاه كويس جدا ومصفياه. عايزه تنقعي الرز بتاعك، نصيحه مني، لو نقعت الرز بتاعك ما تنقعهوش باللبن، انقعيه بالميه بتاعتك عادي جدا وصفيه، وبعد كده حطي له العقد اللبن بتاعك زي ما انت عايزه. طبعا انا عندي هنا كيلو رز وكيلو ونص لبن، وعندي نص كوبايه زيت ومعلقتين كبار سمنه بلدي، ممكن تحطي زبده او دي زبده انا مسيحاها، ومعلقه ملح كبيره، وبعدين رشه سكر صغيره جدا زي ما انت شفتوها كده في المعلقه بتاعتي. طبعا انا مش بحب احط اللبن الاول، انا بحط كده كل المكونات بتاعت الاول وبعدين بحط عقد اللبن بتاعي. نزلت بقى رشة السكر الصغيرة جدا اللي انت شفتوها، ما تكتريش سكر، انا حاطه حاجة لا تسكر كده في طرف المعلقة بتاعي، وبعدين معلقة الملح بتاعي، وبعدين نزلت الزيت وبنزل معلقتين السمنة اللي انا قلت لكم عليهم، وبعد كده هقلب كل المكونات دي بقى مع بعض علشان كل حباية رز كده تتغلف بالزيت والسمنة اللي انا حطيتهم في الرز. الحركة دي عايزة اقول لكم بتديني طعم وشكل جميل جدا للرز بتاعي. اهو بروح كده بدعك الرز بتاعي كويس جدا في السمنة كده علشان اغلفه كله، كل حباية رز تتغلف بالزيت والسمنة بتاعي. شايفين بقى الفاصل ده اللي موجود في الصينية بتاعتي؟ لازم تعملي حسابك الرز المعمر بالذات تسيبي له فراغ قد ما انت حاطه الرز، تسيبه قصاده مكان فاضي علشان الرز كده لما بيستوي حجمه بيتضاعف وبيروح مال الصينية. فاللبن بالذات لما بيجي يفور، لو انت حطيت يا دوب الرز على قد الصينية بتاعتك، اللبن بتاعك بيفور وبيقع معاكي في الفرن، مش بيبقى كويس خالص. شايفين الرز بتاعي عامل ازاي؟ انا سايبه له مساحة
على فكرة هتشوف الصينية بعد ما خرجتها، والله ما شاء الله عليه ملا الصينية عندي، وبسم الله ما شاء الله كان شكله تحفة. وكده خلاص بقى الفراخ بتاعتي كانت اتبلت، سبتها فترة طويلة يعني حتى تحسوا ان كان نزل فيها كده مية، اتبلت كويس جدا. الفراخ شربت من تتبيلة البصل بالبهارات بالملح بالحاجات اللي انا حطيتها معاكم بالثوم، وبعد كده نزلت عليها عصير الطماطم. وهعمل ايه بقى؟ هدخلها الفرن، ولازم ما تنسيش المادة الدهنية بتاعتك، ممكن تحط كده معلقتين سمنة او تحطي نص كوباية زيت او 3 معالق زيت على حسب بقى انتي وراحتك، في عايزة تعمليها دايت اصلا وما تحطيش زيت او سمنة براحتك. طبعا دي خلاص جهزت على كده، هدخلها الفرن بقى تستوي براحتها جدا. وزي ما انت شايفين كده شكلها عامل ازاي. طبعا انا حطيتها كده جنب جنب الرز بتاعي، بسم الله ما شاء الله عليه. زي ما شكله كان تحفة ما شاء الله اهو. لو الرز مش بيظبط معاكي اعملي زي ما قلتلك كده، الطريقة ان شاء الله هيطلع زي ما انت شايفاه كده ما شاء الله. وسيبي مجال عندك في الصينية بتاعتك علشان الرز كده لما يستوي اللبن بتاعك ما يفرش منه ويستوي من غير لبن، وتحتاجي تزودي مية بقى ومش عارفة ايه. فخلي دايما عندك مسافة في الرز المعمر بالذات علشان تدي كده فرصة لللبن بتاعك يغلي ويعمل الوش بتاعه. والفراخ بتاعتي ما شاء الله عليها هيك، كان الاكل كده خلاص تمام معايا. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. انا كده بقى حضرت السفرة بتاعتي. وعلى فكرة كان اليوم ده ماما ربنا يبارك لها يا رب في صحتها كانت بتصوم المفردات، فانا كنت موجودة عندها فقلت كده خلاص ان شاء الله، نويت ان انا كنت رايحة لها يعني، فصمت معاها نفس اليوم. وكنت بقى حضرت لنا الفطار وكده زي ما انتوا شايفينه، عملت تمر بقى، طبعا انتوا عارفين فوائد التمر جميلة جدا. وبرضو عملت لولادي معانا يعني عشان فوائد التمر جميلة جدا، قلت اهي فرصة ان انا ايه لما بيشوفونا بنشرب وكده يشربوا معانا. وبكده يكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، يا رب يكون عجبكم وطريقتي تكون عجبتكم. لو اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تعملولي لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تشغلوا الجرس على الكل. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.